تأكد تماما عودة الفنان نور الشريف لزوجته الفنانة بوسي بعد انفصال 9 سنوات. الأخبار اللي كانت بتقول إن النجمين رجعوا لبعض أثناء خطوبة بنتهم سارة في منتصف يناير، وتأكدت بعض تصريحات نور عزت مدير أعمال النجم نور الشريف. خبر عودة النجمين بعد سنوات من الانفصال أسعد الكثيرين اللي كانوا اتصدموا في الطلاق اللي حصل في 2006 بشكل مفاجئ. يمكن المفاجأة إن جواز نور الشريف وبوسي الأول استمر 30 سنة واللي بدأ سنة 72 بعد لما اتعرفوا على بعض في كواليس مسلسل القاهرة والناس. ليك حق، مالك انت ومال الديمقراطيه والكلام اللي يوجع الدماغ ده يا شيخ؟ تقدر تقول لي ايه الفايده؟ انتخابات واعضاء لجان واعضاء اتحاد، والاخر هيعملوا ايه؟ في الغالب مش هيعملوا حاجه، ما دام الناخبين بتوعهم رايهم كده وما عندهمش ثقه فيهم ولا في الاسلوب نفسه. انت اصلك لسه داخل الكليه جديد، الدكتور عبده. الدكتور عبده؟ يطلع ايه الدكتور عبده ضراخ فريال؟ اوعى ما جيش يوم الانتخابات. صحيح انت مش في سنة تالتة، بس انا عارفة ان اصحابك كتير. في ريال بس ده اخواننا كلهم لازم ييجوا، ده احنا من غيرهم ما نسواش حاجة. انا اسفة يا جماعة مش هقدر اجي. اهي السلبية اللي في القواعد دي هي اللي بتعدم فعالية الاجهزة والقيادات. ظاهر ان الاستاذ عادل متكلم قوي. اشتركت الفنانة بوسي مع جوزها نور الشريف في العديد من الافلام، منها الضحايا وبدون زواج افضل واخر الرجال المحترمين وقطة على نار. استنى يا أمين، استنى أمين، استنى أمين. أمين ليه قلت له أمين؟ ما تبقاش عني كده، بص لي، ما تفضلش لوحدك، كفاية بقى، أنا أنت برضو مراتك. كويس نطلع ندرون. ماتش ايه؟ انت موتت عزت وانا ما سكتش، اديني بموت ابويا. حبيبي دائما وهو الاشهر بين الافلام اللي جمعت نور الشريف وبوسي، واصبح بعد كده واحد من اهم كلاسيكيات السينما المصريه. نفسي اخليكي اسعد انسانه، لما نرجع مصر مش هسيبك لحظة واحدة، ما اقدرش استحمل بعدك عني، هتكوني معايا في كل خطوة، هتيجي معايا العيادة كل يوم، انت اللي هتنظمي مواعيدي وحساباتي، لكن اوعدك كل اسبوع هنعمل ويك اند، في الشتاء نروح مرة الفيوم ومرة حلوان، ولما يجي الصيف نروح مرة اسكندرية ومرة بلطيم، ولما انت هتمسك الميزانية هنقدر نحوش وممكن نشتري شاليه في الهرم، نروح الصبح في الشتاء ونسهر فيه لحد الفجر في الصيف، وكل سنة نعمل رحلة طويلة زي الرحلة دي. إبراهيم أنا عرفت الحقيقة، إبراهيم أنا مش خايفة من الموت،
عمرك مش هربت مني، مش هربت مني، مش هسيبك. أسسوا مع بعض شركة إنتاج خاصة اسمها إم بي فيلم، وهي الأحرف الأولى من اسمهم، وقدموا من خلال الشركة أفلام زي دائرة الانتقام وزمن حاتم زهران، وآخر فيلم جمع بين الاثنين هو فيلم العاشقان. ممكن أسألك سؤال؟ يصح حد يبحلق في حد كده؟ التفت بعيد، أنشغل في الكلام، مفيش فايدة. ألاقيك برضو باصصلي نفس النظرة الغريبة الثابتة دي. ممكن أسألك سؤال؟ فتح. انت هتتجوزي فتح بيه انا واعوذ بالله بكلمه انا؟ بتسال ليه؟ انت استغربت اني ما بحلق فيكي، وبمنتهى البساطه والوضوح جيت تساليني، وانا لما عرفت انك هتتجوزيه استغربت، وبمنتهى البساطه والوضوح بسالك. انا جاوبتك وانت ما جاوبتنيش. انا لما سالتك كان ليا حق، لانك كنت بتبحلق فيي انا، يعني سالتك عن شيء بيخصني، انما مساله جوازي من فتح بيت تخصك في ايه؟ افتكر ده مش من حقك. انا اسف. وانا كمان اسف. برافو، انت هنا وانا اعوذ بالله من قولة انا بدور عليكي. جواز نور الشريف وبوسي نتج عنه بنتين، ساره ومي. ساره اللي اتخرجت من الجامعه الامريكيه واشتغلت كمخرجه، ومي اللي قررت تكمل في مهنه الاب والام وتبقى ممثله، ومع والدها في مسلسل الدالي. معلش يا فريد بيه، دخلنا عليك شوية وعطلناك معنا. ولا يهمك يا سعد بيه. هلا حبيبي، سلم على تيتو ودي كبيرة قوي. قول لها باي، خدي في حضنك يا ولد، خدي في حضنك. مش عايزين نعطل فريد بيه أكتر من كده. عم إبراهيم، عم إبراهيم، عم إبراهيم، تحت أمرك يا فندم. خد شنط ملمناش وحطها في العربية بره. حاضر. أنا آسف للإزعاج يا سعد بيه. لا لا لا، ولا يهمك، أنا بس ليه رجاء عندك. بعد ما توصل نشوى المعادي وتطمن عليها، يريد يكون عندك وقت تعدي عليها في المجموعة لو تقدر. اه طبعا ان شاء الله. مفاتيح عربيتك ما حدش طلبها منك، مش هتتعبي معاكي فريد بيها. من الأب لبنته، وعيب إن بنت تطلب هدية أبوها. أشوف وشك على خير يا ماما. يا ريت تقدري موقفي، أنا مش قلتي زعلك. ويا ريت تسلميني على باسم ورضوى وهيبة لما يرجع. ومائي كان حياتهم هادية وبعيدة عن المشاكل والشائعات، إلا أن في 2006 كان الانفصال بينهم. وبالرغم من كده، إلا أن العلاقات بين النجمين ظلت موجودة، سواء في المناسبات العائلية أو العامة، خاصة في فترة مشكلة نور الشريف مع أحد الصحف اللي نشرت شائعات عنه، أو في فترة مرضه الأخير. عودة نور الشريف وبوسي خبر بيسعد كل عشاق الاثنين، اللي كانوا بيعتبروهم من أجمل الثنائيات الفنية اللي عرفناها في